أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانتهاكات والاختطافات التي تتعرض لها النساء في مناطق سيطرة الحوثيين وتحركات المنظمات الحقوقية في هذه القضية. كشف تقرير حقوقي عن اختطاف ميليشيا الحوثي أكثر من 35 فتاة في صنعاء منذ أواخر 2014. وقالت منظمة رايتس رادار في تقرير لها أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصاعدت بصورة غير مسبوقة، وذكرت أن الفتيات المختطفات لا يعرف مكان احتجازهن، مطالبة ميليشيا الحوثي بالكشف عن أماكن الاحتجاز ومحاسبة المتورطين في عمليات الاختطاف. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي الآثار الاجتماعية المترتبة على استمرار اختطاف الحوثيين للفتيات في مناطق سيطرة الحوثيين، ولماذا لا تتحرك المنظمات الدولية للضغط من أجل حل هذه القضية؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. تحظى المرأة في اليمن بخصوصية كبيرة وباحترام قطاع واسع من المجتمع، حيث يواجه أي اعتداء أو إساءة قد تتعرض لها النساء برفض وإدانات عديدة، وهو عرف وموروث شعبي يمنع الإساءة للمرأة ويضع لها مكانة اعتبارية داخل المجتمع. لكن كل ذلك تغير اليوم، وأصبحت المرأة الضحية الأولى في النزاع المسلح والحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على كل شيء في البلاد. في صنعاء تتعرض النساء للاعتداء والضرب والاختطاف لمجرد أنهن يخرجن في وقفات احتجاجية منددات بالوضع الاقتصادي المتردي أو يرفضن الحرب التي تشنها جماعة الحوثي. منظمة رايتس رادار الحقوقية رصدت اختطاف أكثر من 35 فتاة في صنعاء منذ نهاية العام 2014، متهمة قيادات حوثية بالتورط في اختطاف بعضهن. المنظمة قالت إن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في صنعاء والمناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي تصاعدت بصورة غير معهودة. وفي وقت سابق أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن جماعة الحوثي المسلحة تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات فظاعة بحق النساء مختطفات ومخفيات قصرا في سجونها السرية، وأعلنت أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قصرا بلغ أكثر من 160 امرأة. وحول دوافع الاختطاف تقول المنظمات أن الفتيات تم اختطافهن للضغط على أسرهن، بينما البعض اختطفن ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى. تصاعد لردود الأفعال في الأوساط اليمنية بعد الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها النساء، وهي تصرفات دخيلة لم يشهدها المجتمع اليمني من قبل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتنضم إلينا من الرياض الصحفية والناشطة الحقوقية بشرى العامري. مرحبا بك سيدة بشرى. إذن تزايدت الانتهاكات ضد النساء في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، تقارير تتحدث عن 35 مختطفة، وأيضا المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أيضا تحدثت عن 160. أنت كناشطة حقوقية، ما المعلومات المتوفرة لديك حول عدد المختطفات في مناطق سيطرة الحوثيين، وكيف تجدين ذلك، وكيف تقيمين أيضا تفاعل المنظمات الدولية مع القضية؟ مساء الخير عليك وعلى المستمعين جميعا او المشاهدين جميعا. بداية كان دعيني اقول لك ان المرأة اليمنية كانت تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة في عرف اليمنيين، وكان يمنع ويحرم الاعتداء الجسدي او حتى اي انتهاك او انتهان لكرامتهم. لكن منذ اندلاع الصراع المسلح وانقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، ارتكبت الميليشيا ابشع الجرائم بحق النساء اليمنيات، ووصلت حتى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي والاخفاء وغيرها من الجرائم التي شكلت صدمه على المجتمع اليمني وعلى العرف القبلي، وكانت تعتبر من العيب الاسود الذي يرفضها المجتمع وينبذها العرف القبلي. اليوم اصبحت النساء اليمنيات فئه شديده الاستضعاف من خلال النزاع المسلح في اليمن، وتمارس فيها اطراف النزاع وخصوصا الميليشيا الحوثي ابشع اساليب التنكيل والانتهاك.
التحالف اليمني لرفض انتهاكات حقوق الانسان استطعنا ان نرصد منذ سبتمبر 2014 وحتى مايو الماضي وصول عدد المختطفات والمخفيات والمعذبات في اليمن الى 303 امراه. المختطفات كان كنا 220 امراه بينهم 87 ناشطه سياسيه، 30 طالبه، 6 ناشطات حقوقيات اعلاميتين، و44 مخفيه قسريا بينهن 10 نساء من الطائفه البهائيه، وهناك 3 ناشطات حقوقيات مخفيات و3 اعلاميات وسياسيتين. هناك ايضا 39 امراه تعرضت للتعذيب من قبل ميليشيا الحوثي بينهن 23 امراه سياسيه واعلاميتين وامراتين من الطائفه البهائيه. في صنعاء فقط بلغ عدد المختطفات 148 امراه وهو عدد كبير بالنسبه للمحافظات الاخرى تليها دمار. المخفيات قسريا في صنعاء فقط 24 امراه وهناك تعذيب 32 امراه. بالنسبه للمنظمه اليمنيه لمكافحه الارتجاز البشري ايضا اكدت ان جماعه الحوثي اختطفت واخفت اكثر من 160 امراه وحولت دفعه منهم حوالي 55 امراه من السجون السريه الخاصه الى السجون العامه بعد تواصل مع الاجهزه القضائيه وتلفيق تهم والتقاط صور لهم طبعا مخله بالشرف وغيرها، وهي محاولات لتحريف القضيه من قضيه راي عام الى قضيه جنائيه وجرائم مخله بالشرف. تقرير رايس رادار اتى بمعلومات فاطمه ايضا تحدث عن اختطافات جماعيه كما حدث في المحويت من اختطاف عدد من النساء الذين كنا يتعلمن التفصيل والخياطه في محل خياطه بالمدينه الطويله في المحويت. اعطيتهن ماده مخدره لم يعرف نوعها بعد حتى الان وتم نقلهن الى بيت دعاره وتصويران وما الى ذلك، ثم نقلهن الى كيل بصنعاء، وايضا اختطاف نساء عاملات في معهد تعليم اللغات في صنعاء بنفس الطريقه وتوجيه تهم الى جميع هؤلاء النسوة بقضايا اخلاقيه اما لعمليات الابتزاز او لحسابات اخرى لم تظهر بعد. نعم سيدة بشرى، إذا كيف يمكن مواجهة هذه الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء إذا بالنظر إلى أهمية وحجم القضية والأرقام التي قمت بسردها الآن سيدة بشرى؟ إلا أن من الملاحظة أن تحركات المنظمات سواء المحلية أو الدولية بهذا الخصوص لا ترتقى لمستوى الجريمة وأيضا القضية، برأيك لماذا سيدة بشرى؟ أولا لمواجهة هذه الجريمة هناك عدة أوجه لها، أولا تبدأ من الأسرة، أولا على الأسرة أن تنبذ فكرة أن خطف فتاتهم وصمة عار أو نوع من امتهان الكرامة، يجب أن تكون هناك ثقة قوية بفتياتهم وبناتهم والبحث وعدم التخلي عنهم والبحث عن الإنجاز عنهم والإفصاح عن اختفاء أي فتاة وعمل حملات منظمة في الداخل لفضح مثل هذه الجرائم والوقوف مع الفتيات ومؤازرتهم سواء كنا داخل السجون او تم الافراج عنه واطلاق سراحل، عدم السكوت وعدم الخنوع لممارسات ابتزاز الميليشيا. ثانيا على المجتمع في الداخل اولا ان يكون يقظ وحريص على ان لا تستمر هذه الميليشيا باستمرار هذه الممارسات. ايضا على المجتمع القبلي أن يجرم هذه الجريمة الظاهرة وأن يفعل قضية العيب المجتمعي، أن يكون هناك وقفة جادة حملات جادة لتجريمها وحتى لمستوى التفاوض مع الميليشيا لإيقافها عن هذه الجريمة. أيضا المجتمع الدولي للأسف لم يقم بدوره المطلوب كما نفسي، لأن المنظمات الدولية لحتى اليوم لديها حسابات أخرى تتعامل بنبرة طويل وصبر لا متناهي مع الميليشيا وتعتبره طرف في الحرب وليس انقلابي ومنتهك، وبالتالي هي تهاجمه كثيرا وهذا على حساب الضحايا وعلى حساب المدنيين وبالتالي تقع كثير من الجرائم. سيدة بشرى، إذا أنت تقولي أن سلبية المجتمع وأيضا الأهالي وصمت من المنظمات المحلية التي للأسف اليوم أغلقت واختفت من الأول، هناك كانت آلاف المنظمات المحلية في العاصمة صنعاء وغيرها كانت معنية بقضايا المرأة وكانت تهتم بأبسط القضايا، اليوم هي غايبة عن الساحة وغايبة عن ممارسة دورها المنشود، هناك منظمات لا تتجاوز عدد الإصبع الواحدة، أيضا هي تغفل كثيرا
كثيرا عن هذا الموضوع. اليوم في الساحه لا يوجد سوى التضامن النسوي والتوافق النسوي، وهو عادة لا يستطيع تغطية كل هذه الانتهاكات. نعم. وتحركاته تصبح محدودة، لكن نتمنى أن تعود المنظمات المحلية وخصوصا المعنية بالنساء لعملها وتفعيل دورها إزاء هذا الجرائم. أيضا لا ننسى أن ميليشيا الحوثي للأسف تتعامل مع هذه المنظمات وغيرها بأسلوب قمعي، هي أغلقت الكثير من المقار، لاحقت الناشطين والناشطات ومارست الانتهاكات على حتى الناشطين، وبالتالي النشاط داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي صعبة للغاية. نعم، إذا سيدة بشرى سأعود إليك للحديث على هذه الجزئية وعن كيف يؤثر التعامل السلبي من الأهالي والمجتمع على القضية، وأيضا يعيق تحركات المنظمات في التعامل مع هذه القضية. اسمحي لي سيدة بشرى أن أشرك معنا في الحديث من فيينا توفيق الحميد، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مرحبا بك سيد توفيق. إذا تعود التقارير لتتحدث عن تصاعد ظاهرة اختطاف الفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. أنتم في منظمة سام، هل لديكم تفاصيل بخصوص ذلك، وخاصة الحديث عن مختطفات في محافظة المحويت تم نقلهم إلى سجن في صنعاء؟ مساء الخير لك ولضيفك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة نحن في منظمة سام كنا أول منظمة سلطت الضوء بصورة توثيقية من خلال تقريرنا الذي سميناه ماذا بقي لنا. تحدثنا عن قصص واقعية سواء في العاصمة صنعاء أو في عمران أو في الحديدة. تحدثنا عن النساء اللاتي اعتقلن من خلال النقاط العسكرية، عن السجون السرية التي استحدثتها جماعة الحوثي، عن أشياء كثيرة وقصص مروعة سواء بسبب بسبب الأبعاد السياسية أو غير ذلك. قضية بشكل عام لو استطعنا أن نضع أو نريد أن نضع مشكلة النساء في اليمن في سياقها، نحن هو أمر شديد التعقيد بسبب كثير من الأسباب سواء المتعلقة بالموروث القبلي والاجتماعي حتى الديني الذي استخدم للأسف الشديد استخداما سيئا، وبالتالي كثير من الجرائم يحاول المجتمع ألا تظهر إلى السطح. وجماعة الحوثي تعزف دائما على وتر العار وعلى وتر الشرف. نحن سمينا تقريرنا ماذا بقي لنا عندما حاولنا أن نتواصل مع إحدى المعتقلات السابقة، كان ردها بكل وضوح: اختطفونا، أخونا قسرا، عذبونا، أجبرونا على الاعتراف بأننا بنات ليل، بأننا نمارس الدعارة، ماذا بقي لنا؟ وبالتالي كل هذه التداخلات للأسف الشديد تجبر كثير من النساء عن الصمت، وأيضا المجتمع يجبر على الصمت خشية الفضيحة والعار إلى غير ذلك. تقريرنا تقريبا صدر في 35 صفحة، فيها تقارير قصص متنوعة من عمران، من العاصمة صنعاء، من محافظة الحديدة، واستطعنا أن نصل اليوم أن نوصل هذا الملف إلى لجان التحقيق الأممية. نحن استطعنا أن نعمل عملية وصل بين بعض الضحايا من الفتيات اللاتي كان لديهن نوع من القوة مع بعض لجان التحقيق الأممية للحديث وللكشف عما تعرضنا له من ممارسات وانتهاكات بالجملة من قبل ميليشيات الحوثية. الظاهرة الأخيرة التي ظهرت اليوم مؤخرا، عملية اختطاف الفتيات هنا أو هناك، أنا أعتقد أيضا هي ليست جديدة، وإنما هي جزء من مسيرة أو تقول ما الجزء اليسير الذي تسرب من المعاناة النساء بشكل كامل في هذه المحافظات، خاصة المحافظات الشمالية. في محافظة الحديدة هنالك عنوان أسود لانتهاكات النساء، نحن بعض القصص تحفظنا عليها، لم نستطع أن ننشرها لبشاعتها ومسها تستطيع بالعرف الاجتماعي بشكل عام لبعض المناطق. وبالتالي أنا أعتقد اليوم نحن اليوم بحاجة إلى صحوة اجتماعية،
اليوم المنظمة اليوم لا نستطيع نقول أنه قضايا النساء تتخصص بها منظمة من المنظمات أو ناشط من الناشطات إلى غير ذلك. نحن اليوم بحاجة إلى صحوة يمنية عامة يعني تتجمع أو تتكاتف فيها وسائل الإعلام مع مناهج تعليمية مع منظمات مع المجتمع الدولي لكسر هذا التابوت هذا الخوف الذي يخيم على المجتمع من أجل نشر كل هذه الانتهاكات وأيضا نقل أو محاولة تحريكها قضائيا ضد المنتهكين والمعروفين وهم كثر. نعم، وكيف أيضا يؤثر هذا الصمت والتعامل السلبي من قبل الأهالي أهالي المختطفات وأيضا من قبل المجتمع على يعيق أيضا تحركات المنظمات والجهات المعنية وأيضا تجعل الميليشيا تتمادى وتتزايد هذه الانتهاكات وتتوسع هذه الظاهرة؟ نعم، أنت قد أجبت عن السؤال أنه هذا الصمت يجعل ميليشيا الحوثي تتحرك بحرية تامة بحرية بمزيد من الانتهاكات، ليس فقط جماعة الحوثي لأننا اليوم نحن الآن في مجتمع حرب، بمعنى أنه مستوى القيم الرادعة تصبح ضعيفة جدا، وبالتالي هذا الصمت يغري كثير من ضعفاء النفوس من قطاع الطرق من المتمردين على القيم والأخلاق لممارسة كثير من السلوكيات المتعلقة بالانتهاك بالاختطاف إلى غير ذلك. واليوم هنالك أجهزة قائمة بذاتها، هنالك جهاز الزينبيات، هنالك رجال أمن. نحن اليوم للأسف الشديد نعيش حالة من الضبابية وحالة نستطيع أن نسميها من عدم اليقين أو عدم المعرفة. حتى هذه الأجهزة التي تمارس الانتهاك ضد النساء سواء في العاصمة صنعاء أو في غيرها من المحافظات نجهل الأسماء، نجهل تكوينها، نجهل آليات عملها، نجهل سجونها، وهذا يعقد المشكلة أكبر. المجتمع الدولي اليوم يبحث عن هذه المعلومات، يبحث عن هذه الأسماء، يبحث عن جوهر هذه الأجهزة، وللأسف الشديد جماعة الحوثي استطاعت أن تخلق نوع من السياج نوع من السياق الذي يمنع الوصول إلى المعلومة. نحن اليوم أمام معركة حقيقية أننا نكسر هذا الصمت ونكسر هذا اللغز، يجب أن نصل إلى عمقه، أن نصل إلى الأسماء، أن نصل إلى الأجهزة، أن نصل إلى الجهة الآمرة بالدرجة الأساسية، لأنه اليوم هنالك حرب ممنهجة ضد المرأة لتنقلها من وظيفتها الحقيقية وتستغل ضعفها لتحولها إلى ضحية، وأيضا تستخدمها إلى أداة حرب للأسف الشديد بصورة قذرة وبصورة بشعة للأسف الشديد. نعم، إذن تفضل بالبقاء معي وعودة إليك سيدة بشرى. إذن لعلك استمعت لحديث الأستاذ توفيق الذي تكلم عن حالة من الضبابية في التعامل مع هذا الملف، كيف تؤثر هذه الحالة على موضوع الرصد وأيضا على موضوع التحرك للتعامل مع القضية على أرض الواقع؟ أنتم في تحالف رصد كيف تتعاملون مع جزئية الضبابية وأيضا سلبية التعامل من قبل المجتمع وأيضا من قبل أهالي الضحايا؟ بالطبع كما أسلف الزميل توفيق، هناك فعلا صعوبة بالغة في الحصول على المعلومات. أولا كما أسلفت قلت لك أن ميليشيا الحوثي مارست قمعا شديدا داخل المناطق التي تسيطر عليها في منع الراصدين من التحرك، اعتقالهم، اختطافهم، قتلهم. المنظمات لم تسمح لأي منظمة مناورة لها أو حتى محايدة بالعمل في مناطق سيطرتها. أيضا مارست ابتزازا وعمليات ترهيب لأهالي المختطفات، وبالتالي هناك الكثير من الأهالي يسلمون عن الإفصاح عن الأسماء عن القضايا، كما شاهدت شقيقتنا التي اختطفت مؤخرا في مطلع ديسمبر الحالي، حينما عادتا لم يتم الإفصاح عن كيفية عودتهما وماذا لاقيا وكيف تم حتى اختطافهما. أكبر عائق هو إحجام الأهالي عن الإفصاح عن أي معلومات عن اختطاف فتياتهم، عن الأسماء، عن الأسماء المتهمين أو الظروف التي واكبت هذا الاختطاف. أيضا هناك أيضا صعوبة التنقل من منطقة إلى منطقة، صعوبة الذهاب إلى السجون وغيرها. هناك محامون يتعاونون معنا في المناطق ويطلبوا بعض المعلومات، لكن
كل نظام في محل خطر وفي محل صعوبة بالغة للوصول إلى كل المناطق التي تتواجد فيها تلك النساء أو تتواجد فيها المعلومات المطلوبة. نعم سيدة بشرى، كيف يمكن مواجهة هذه الانتهاكات والحد من هذه الظاهرة، وأيضا رسالة توجهها للأهل وأيضا للمجتمع؟ أولا يجب الكشف عن مثل هذه الجرائم وعدم إخفائها أو التخفي وراء قضية العيب المجتمعي أو العرف القبلي وما إلى ذلك. على الأهالي عدم إخفاء أي معلومات أو مهادنة الميليشيا أو الخضوع لابتزازهم والنسوخ لفتياتهم ومساندتهم والسعي للإخراج عنهم بأي طريقة بكافة الطرق. مد المجتمع المدني الناشطين المحامين بكافة المعلومات التي لديهم للمتابعة للقضايا. من الضروري أن تتحول أيضا هذه القضية إلى قضية رأي عام على جميع أطراف المجتمع، من إعلام، من قضاء، من ناشطين، حتى من أسر ومن واجهات قبلية وغيرها. تحويل هذه القضية لقضية رأي عام للضغط على المجتمع الدولي لممارسة ضغوطات وممارسة دوره الفاعل في إيقاف أو قمع الميليشيا لمواصلة هذه الظاهرة واختطاف المزيد من النساء. أيضا يجب أثناء المفاوضات والاتفاقيات وما إلى ذلك أن يكون هناك تشاور أو فرض فكرة عدم ممارسة أي اختطافات أو أي انتهاكات للمدنيين، خصوصا الفئات الأكثر ضعفا وهي النساء والأطفال وكبار السن. المفترض أن يعيدهم عن هذا الصراع وفي هذه الحالة. وهذه للأسف ملف لم يكن واضحا في كل المشاورات وكل الاتفاقيات السابقة. نعم. إذا سيدة بشرى العامري، أنت صحفية وناشطة حقوقية، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد توفيق، ما الذي يمكن فعله عبر منظمات دولية وسيطة تستطيع الوصول إلى سجون الميليشيا والضغط على الحوثيين لإنقاذ هؤلاء المختطفات؟ حقيقة المجتمع الدولي يعاني شح كبير جدا في المعلومات. نحن بعد ما أصدرنا تقرير ماذا بقي لنا، تواصلت معنا جهات حقوقية بل وجهات أممية كبيرة، وتناقشنا ما يقارب الساعتين بخصوص التقرير والمعلومات الواردة فيها، لدرجة أنهم قالوا لنا بالحرف الواحد، نحن طرحنا هذا الموضوع على الحكومة الشرعية على وزارة حقوق الإنسان، وكان ردهم بأن هذا الموضوع خط أحمر لا يمكن التعامل معه بسبب العادات والتقاليد وثقافة العار والشرف الموجودة داخل المجتمع اليمني. واعتبروا بأن هذا التقرير قد يشجع كثيرا على كشف مثل هذا الملف والتعاطي معه. وبالتالي نحن الآن أوصلنا هذا التقرير إلى كثير من المنظمات، وأعتقد أنه الآن بدأت كثير من يعني قرأت بعض الفتيات والناس تظهر إلى العلن. الآن بدأت تصدر بيانات بصورة وإن كانت دون المأمول. بدأت المجتمعات، أعتقد لجان التحقيق الأممية تضع اعتقال النساء وما يتعرض له أحد عناوين التحقيق كما علمنا منهم بعد توافر معلومات صدرت منا ومن غيرنا التقارير إلى غير ذلك. وأعتقد نحن ماشيين الآن في الطريق الصحيح، لكن نحن الآن نحتاج إلى مزيد من الجراءة، إلى مزيد من القوة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ توفيق. في كل الأحوال نحن وصلنا أصلا إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي، كان معي من الرياض الصحفية والناشطة الحقوقية بشرى العامري، وكان معي من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. والشكر موصول لكم مشاهدينا من زميل معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. كونوا في أمان الله ورعايته.